أولا نسبة المشاركة كانت متدنية جدا، هي الأقل على مستوى كل الانتخابات الإيرانية الحقيقة يعني، وهذا تعني أن المقاطعة كانت كبيرة جدا. الأرقام الرسمية تقول أن نسبة المشاركة كانت 40%، أي 24 مليون فقط شاركوا من 61 مليون يحق لهم حق التصويت. فهذه المقاطعة يعني استفتاء حقيقة شعبي على مدى قبول النظام، وتحدي كبير، لأن النظام دائما كان يناور على أنه مستوى مشاركة الناس في الانتخابات يعني تأييد شرعيته. إذا هذه الدورة خلافا لكل التوقعات، بالرغم أن النظام فتح المجال للإصلاحيين أيضا، لكن يبدو أن أصوات الشارع بأن لعبة الإصلاحيين والمتشددين انتهت بالنسبة لهم صدقت هذه نعم المرة. بالرغم من ذلك يجب أن ننتظر بعد أسبوع أي يوم الجمعة المقبل جولة الإعادة، من سيفوز، المرشح الإصلاحي أو المتشدد. طيب، هل يتوقع أن يكون الوضع مختلفا في الجولة الثانية صالح، أم ذات نسبة مشاركة الناخبين؟ هي وبالتالي ما الحقيقة السيناريوهات التي يمكن أن تطرح؟ صحيح، يعني أولا النتائج متقاربة، يعني الآن أنا أمامي مسعود بزشكيان 10 ملايين و415 ألف، سعيد جليلي 9 ملايين و472 ألف، محمد باقر قالباب 3 ملايين و382 ألف، بور محمدي لا شيء يذكر حوالي 200 ألف. هذا معناه أن أصوات محمد باقر قالباب ستذهب إلى جليلي، وهذا ما سيعزز موقف التيار الأصولي المتشدد. وسعيد جليلي بالمناسبة هو الذي يمثل جبهة الصمود، وهي أقوى تشكل سياسي في التيار الأصولي المتشدد، لكن مع هذا قد يحشد الإصلاحيون أيضا الكثير من الأصوات نظرا لوقوف التيار الإصلاحي بما فيه الرئيسين السابقين محمد خاتمي وحسن روحاني نعم خلفه. ويجب مع هذا يعني تدني مستوى المشاركة لا يزال يشكل يعني تحديا كبيرا. هذا يعني حتى عندما نعم تير إبراهيم رئيسي كانت مستوى المشاركة أعلى، فهذه النسبة الآن هي الأقل في كل تاريخ الجمهورية طيب، الإسلامية. هذا التحدي كيف ستجابهه إيران؟ هل أعلنت عن، إن كانت النسبة أيضا متدنية، هل أعلنت أنها ستقبل بنتائج الانتخابات، أم يمكن أن تكون هناك جولة أخرى؟ لا، هو بطبيعة الحال حتى لو كانت المشاركة متدنية، يعني الجولة الثانية هي التي ستحسم الموضوع، يعني كما حدث عام 2005 عندما جاء أحمد نجاد إلى السلطة وكانت منافسة كبيرة بينه وبين المنافسين الآخرين. لكن الآن المشكلة هي ما سيطرحه المرشحين من في خلال هذه الأيام الستة الحقيقة، وليس أسبوع كامل متبقية، لأن يوم الجمعة ستكون جولة الإعادة. هناك خشية عادة لا تشارك الناس بشكل كبير كالجولة الأولى، يعني هذه هي أيضا مشكلة بالنسبة للنظام. تبقى السيناريوهات، هو أنه هل المرشد الأعلى والنظام والتيار الأصولي الذي يهيمن الآن الحقيقة على كل المؤسسات، على البرلمان وعلى الحكومة وعلى سائر المؤسسات خاصة مجلس صياغة الدستور الذي ينظم عملية الانتخابات، أم أن البلاد متجهة لفرض المرشح الإصلاحي وهو أيضا حاجة للنظام للخروج من المشكلات والمآزق الداخلية والخارجية في الداخل؟ شاهدنا خلال السنوات الأخيرة احتجاجات بالنسبة للوضع المعيشي حدثت في عهد حكومة الإصلاحيين حسن روحاني، واحتجاجات حول حقوق النساء والحريات حدثت في عهد رئيسي. أيضا هناك مشاكل في السياسة الخارجية حول البرنامج النووي، برنامج الصواريخ، تورط إيران في الحرب الروسية الأوكرانية، الأزمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والأهم من كل ذلك طبيعة العلاقة مع واشنطن، خاصة أن إيران تحسب ألف حساب في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، وربما ستدفع بمرشح التيار الإصلاحي بيزشكيان لتحسين هذه الصورة السلبية للنظام داخليا وأقليميا ودوليا. قد يلعب النظام لعبة المعتدلين مرة أخرى كما حدث عام 2013 مع مجيء روحاني وظريف.
هو من ثم استطاع إبرام الاتفاق النووي. قد نعم. يكون هذا أحد السيناريوهات، أو أن يستمر الوضع كما هو عليه وتستمر جبهة الصمود والمتجددين بإحكام قبضتهم على مقاليد الحكم في إيران. طيب ماذا نتوقع الآن من المرشد صالح، وكيف علاقة المرشح جليلي بالمرشد الإيراني؟ بالطبع هو الشخص الأول، يعني حتى في كلمته يوم الثلاثاء الماضي المرشد كان واضحا وانتقد من يطلقون شعارات حول ضرورة الانفتاح على الغرب والعلاقات مع الولايات المتحدة، وكانت إشارة واضحة لتصريحات بوزيشكيان، لأنه في حملته الانتخابية يطرح موضوع الانفتاح على الدول وإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة. والحقيقة هي هذه الورقة الوحيدة التي يلعب عليها الإصلاحيين، لأنهم يريدون إنجاز هذه المكاسب للنظام مقابل السماح بعودتهم إلى السلطة بعد أن أصبحوا خارجها للسنوات الثلاث الماضية. يعني هذا الطرح أيضا قد يكون أحد خيارات النظام للخروج من المأزق، يعني إذا ما جاء ترامب والجمهوريون إلى البيت الأبيض بالطبع ستعاد نفس الكرة، عندما تصل يعني الأمور لطريق مسدود في طهران. نتذكر أن خامنئي أطلق شعار سماها المرونة البطولية من خلال السماح لحكومة روحاني بالتفاوض مع الولايات المتحدة وإنجاز الاتفاق النووي. قد يكون سيناريو بوزيشكيان هو تكرار لسيناريو روحاني وظريف. شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات من الرياض، الباحث في الشأن الإيراني في قناة الحدث صالح حميد، شكرا لك.